كابتن طه، جينا الفقرة عندنا أسئلة سريعة قوي، عاوزين الرد بسرعة لأن عندنا لسه فقرتين جامدين قوي. أنت راضي عن مشوارك ككل في التدريب وفي وأنت لاعب وفي حياتك كلها الكروية؟ هو شوف، حتى حكاية إنك تبقى راضي أو غير راضي، لازم تبقى راضي بما يعني قسم الله لك. نعم. إنما يعني كان ممكن أبقى أحسن من كده، لكن بحمد ربي سبحانه وتعالى على اللي أنا عملته. يعني تجربتك مع الفيفا انت شفتها ازاي؟ تجربة ناجحة جدا. انا اشتغلت مع الفيفا من سنة 88 كمحاضر دولي، ومن سنة 2000 الى 2010 مدير مكتب الفيفا في القاهرة لتطوير برامج التدريب كلها، التدريب سواء تدريب الكرة او الادارة او الحكام او الطب الرياضي لدول شمال وشرق افريقيا، 16 دولة، ومنها مشروع الهدف اللي احنا عملناه في مصر. طبعا عاملين 40 مشروع زيه في 16 دولة افريقية من شمال وشرق افريقيا. ودي تجربة ناجحة جدا، لان خلتني احتكيت بعناصر كبيرة جدا من ذوي الخبرات في مجالات التدريب، وتدريب للمدربين وللحكام والاطباء الرياضيين. طبعا خبرات كبيرة، كنا احنا بننظم هذه الدورات سواء بننظمها في القاهرة او في كل بلد او مجمعة. فطبعا احتكيت بعناصر ذات خبره كبيره جدا في كل المجالات اللي انا اتكلمت عنها، او التدريب، التحكيم، الطب الرياضي، حتى مشروع الهدف في الانفراستراكشر اللي عملناها. كنا بنعمل ملاعب حشيش صناعي، كنا بنعمل مراكز للتدريب زي المنتخب عندنا اللي في 6 اكتوبر، كنا بنعمل مقرات للانديه للمنتخبات زي الاتحاد التونسي واتحادات اخرى. فدي كلها الحقيقة فترة كانت غنية جدا، وأضافت لي إضافات كبيرة جدا، وسمحت لي بأن أنا أحتك بعناصر كبيرة جدا في الفيفا، بدءا من مستر بلاتر وحتى من يليه من الكادر الناس اللي كانت مسؤولة. فالحقيقة فادتني فايدة كبيرة قوي. كابتن طه، يمكن ما أعرفش بقى هل دي صدفة ولا هي جت كده، كل ما كنت بتروح تدرب مثلا في الخليج، دربت في دبي دربت اهلي، وبعدين في السعوديه دربت اهلي، مش عارف كل ما تروح حته، هل دي كانت بالصدفه ولا انت اللي كنت اللي بتختار؟ لا، هو طبعا كان بيبقى فيه عروض، يعني عرض مثلا، اولا اشتغلت في اهلي جده. والاهلي في دمك يا كابتن؟ ها؟ الاهلي في دمك؟ مش عايز كلام. ولو انه بالوان مختلفه، يعني يمكن اهلي جده بيلبس اخضر. ولكن انا عارف تاريخه. طبعا تاريخ النادي الاهلي، انا اعتقد الامير عبد الله الفيصل هو كان. ما انا كنت لسه اسالك، علاقتك ايه بالامير عبد الله الفيصل؟ علاقه عظيمه جدا، راجل محترم، انا قعدت وياه سنوات طويله، حوالي 4 سنوات. الله يرحمه كان مع المنتخب وهو كان رئيس دوله الخليج في سنه 2 ادي صوره الامير عبد الله الفيصل رحمه الله عليه، ومع النادي الاهلي. كان راجل ذو خبره عظيمه جدا في الاداره، وما تنساش ان هو في وقت من الاوقات ايام الملك عبد العزيز كان وزير داخليه وزير صحه. طبعا يعني طبعا، حتى اعمامه كانوا اقل منه في هذا الوقت. المهم يعني، فدربت النادي الاهلي في جده، واستمتعت بالفتره اللي انا قضيتها، وكان الامير عبد الفيصل هو يعني رئيس شرف النادي، ما هوش يعني محتك بالناس، لكن هو رئيس شرف. وهو على فكره للعلم رئيس شرف يعني، بس كان مسؤول عن حاجات كثيره في النادي. كل حاجه كل حاجه، بس هو يعني اصلا اقول مش ما هوش رئيس يعني. لا لا لا، انا في رئيس حسب هو كان عايز اللون الاحمر. وانا ما اعتقد انه كان اللي بيلبس احمر ساعتها نادي الوحده. وحب حتى يشتري منهم اللون الاحمر، مع انه كان ممكن الوحده يبقى احمر والاهلي يلبس احمر. اكيد مفيش مشكله، اذا في فرقتين بيلبسوا احمر. ولكن لما بيجي الامر مع بعض، واحد بيلبس اللبس الاساسي وواحد بيلبس لبس الاحتياط. انت كان بيربطك بيه علاقات قويه جدا. طبعا انا مع المنتخب، لان هو كان رئيس دوله الخليج، وانا مسكت المنتخب سنه 72، وليا معاه قصص عظيمه جدا ممكن اعمل كتاب فيها. وتبين الحكمه بتاعته في ادارته للامور، وكان عنده يعني حاسه في الاداره عظيمه جدا، لدرجه ان هو كان يجي يقول لي بقى شوف بقى الحاجات التربويه بتاعتكم دي سيبها لي انا. انا بقى عارف اللعيبه ديت، وانا كنت وزير داخليه واعرف ماشيهم ازاي، لو واحد هيفتح عينه فيك. فكان لي علاقه بيه جميله، وانا يعني بحبه حب كبير جدا. هل ما زالت العلاقه بينك وبين ولاده دلوقتي؟ انا سنه من حوالي 10 سنين رحت النادي الاهلي، كانوا بيفتتحوا اكاديميه. وكان في وقتها الامير محمد عبد الله الفيصل ابنه. ايوه كان موجود،
وحتى هو لما رحت وسلمت عليه قال لي انا عارفك مع الوالد على طول. الله يرحمه. فكان لي علاقه بيه جميله، حتى لما كنا نقعد في المجالس ويجي ميعاد الصلاه واخد بالك، هو ما يحبش حد يطول، فنقول لي صلي بينا يا طه، ومعاه ناس سعوديين كبار وشيوخ صلي بينا. حتى لما رحنا لو تتذكر لما رحنا الماتش الاخراني بتاع اهلي جد، لا اما رحنا نلعب في نيروبي ونزلنا عند الامير احنا راجعين، كان في رمضان في رمضان وفطرنا عنده برضه، قال لي صلي بينا ومعاه ناس كتير ضيوف من السعوديين ما رضاش يقوم حد صلي بينا يعني بسرعه بقى ايه مجري